استشارة مال أشواره بداية العام طريق الحق شوره ما يميل فالهجن وهنا الهجن سوى جمايل لين صار الركض ما مثله مثيل حضروا للوقف خيار الدلايل ليلهم بالسبق تاريخ طويل كل زينة وصف منتوبة سلايل لتشاب بالركض مركض خيل نتواصل مشاهدينا الاعزاء ونرحب بحضراتكم اجمل واطيب ترحيب من هذا الملتقى ينطلق شوطنا الثاني والخاص للابكار المهجنات نسير على البدايه نسير ننطلق على المركز الاول نسير مع مقدمه الشوط تتقدم افراح علي بن سالم علي بن شراره الاكتبي يتقدم مع افراح بينما الوصول في هذه اللحظات من خلال تواجد هنا مشاهدينا الكرام الوثبه احمد بن خلفان بن سعيد الحجري يتقدمون اهل السلطنه مع الوثبه ولكن نشوف التغير والدخول في هذه اللحظات تتقدم نعم بالفعل الوثبة علي بن راشد بن متعاف المنصوري يتقدم مع البداية الأولى بينما المركز الثالث نتابع القدوم في هذه اللحظات تتقدم أفراح مع الاكتبية رابع المراكز ورابع التحديات تتقدم المهندة مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي يتقدم بو مانع وشعاره بينما المركز الخامس نتابع الشعار الخزناوي يتقدم بمحمد وشعاره ينطلق هنا مشاهدينا الكرام ينطلق مع ناصية مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي يتواجد مع ناصية بينما الوصول والدخول في هذه اللحظات من الأسماء الداخلة من الأسماء هنا مشاهدينا الكرام القادمة في هذه اللحظات سادس المراكز نتابع هنا مشاهدينا الكرام نتابع شعارك يا ابو حمدان يتقدم مع حبوبه خليفه بن عبد الله بن ثاني النعيمي يتقدم على المركز السادس بينما الوصول الدخول من ضبا راشد بن بخيت بن علي بن مقارح يتقدم مع ضبا هذه هي النتيجه مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء للمراكز السته الاولى المتقدمه وهذا اول نداءنا للمراكز السته الاولى المتقدمه نعود مع البداية الأولى نعود مع الصدارة والمركز الأول تتقدم الوثبة مع المنصورية تنطلق الوثبة علي بن راشد بن متعافي المنصورية يتواجد مع الوثبة ينطلق ويطلق عنان الوثبة مع البداية الأولى حتى هذه اللحظات بينما الدخول من خلال تواجد ناصية مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي يتواجد الشعار الخزناوي دائما محاربا للأشواط الأولى الرئيسية دخلنا في حزام الغابات ثالث المراكز نتابع الدخول من أفراح علي بن سالم العلي بن شرارة الاكتبي يتواجد على ثالث المراكز بينما رابع المراكز يتواجد شعار بن حماد يأتي هنا مع المهندة مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسية يتواجد على المركز الرابع خامس المراكز الدخول في هذه اللحظات الوصول في هذه الأثناء من خلال تواجد هنا الوثبة أحمد بن خلفاء بن سعيد الحجري يتواجدون أهالي بدية ينطلقون هنا مشاهدين الكرام بهذا الإبداع التاريخي وبهذا الانطلاق الكميل روح يا أبو خفين روح والقلب داعي لك شوطنا الأول الرئيسية ما بين هالشعارات ما بين هالملاك نعود مع البداية هلولة نعود مع الصدارة هلولة نعود مع المركز الأول نعود مع الصدارة هذا الشوط هنا مشاهدين الكرام الوثبة يتقدم من متعافية ينطلق مع الصدارة هلولة راحت بجماهيرها راحت بمحبينها والعصاف الأبطان بلا أي توامر وإلى تعليمات
البيت. هنا مشاهدينا الكرام تتقدم الوثبة علي بن راشد بن متعاف المنصوري، يتواجد مع البداية الأولى، يأتي مع المركز الأول، يأتي مع صدارة هذا الشوط. انتصفت المسافة، انتصفت من المسافة، والجوهادي مع المتعافية، والجوهادي مع المتعافية، يأتي مع البداية الأولى، يأتي مع الصدارة والمركز الأول. فاصل ما بينها وما بين المراكز المتقدمة، ولكن ثاني المراكز نشوف الدخول في هذه اللحظات من شعارك أبو محمد. يأتي الشعار الخزنوي مع ناصية، يتقدم مع ناصية. مبارك بن محمد مبارك الخيلية، يأتي بنوعياته، يأتي بانطلاقاته. هنا مشاهدينا الكرام على ثاني المراكز، ثالثا نتابع الدخول في هذه اللحظات. يا له من سيل جارف، يا لها من تحديات قادمة. ثالثا نتابع الدخول في هذه اللحظات، الوصول في هذه الأثناء. تتقدم ملوحة سلطان بن عيسى بن فنوس المنصورية، مرحبا بهذا الشعار، ولكن بن مقارح قادم، الجماعة قادمين، بن حماد قادم بومانع، ولكن الوصول هنا مشاهدينا الكرام من الشاهنية سعيد بن حمد بن مطر المنصورية. ولكن نعود إلى بن متعافي وشعاره، يتقدم هنا مشاهدينا الكرام مع الوثبة. يأتي بنوعياته، يأتي بتحدياته، يأتي بانطلاقاته. اسم على مسمى، وأهالي الوثبة قادمين محاربين طامحين بهذا الفوز والناموس. يتقدم مع الوثبة، ينطلق مع الوثبة. راشد بن علي بن متعافي المنصورية يتواجد والعصا والابطان، ولكن ابو محمد قادم، الشعار الخزنوي قادم، ولكن وين الناموس؟ وين الناموس؟ طيور طايره ما شاء الله، طيور طايره ما شاء الله في ميدان الخزنه. بن متعافي مع البدايه، والعصا والابطان بلا يتوامر، ولكن ملوح ابو فنوسه قادمه على ثالث المراكز. ولكن نعود ما بين هالشعارات، ثنائيه جميله ما بين المراكز. بن متعافي ولا بالعور يتقدم، ولكن بو فنوسه قادم على ثالث المراكز. ولكن وين الناموس؟ الناموس حاير ما بين هالشعارات، اهالي الوثبه ولا الناموس يبغى في الخزنه. ولكن بن متعافي العصا والابطان، بو فنوسه قادم مع ملوح، ولكن ملوح تتقدم على المركز الثاني وسيرها للمركز الأول. شعارك المحلل الكبير ياتي بملوح، دائما هذا الشعار ياتي بنوعياته. سلامي عليك يا أبو هزاع، وسلامي عليك أبو فنوشة. ينطلق مع ملوح مع البداية الأولى، مع المركز الأول. مشكور يا أبو هزاع، مشكور باسمي وباسم الجمهور. شوطنا الأول الرئيسية تحت قبضة ملوحة سلطان بن عيسى بن فنوسة، والسلامات إلى الختم. هنا مشاهدي الكرام، ثاني المراكز نتابع الوثبة علي بن راشد بن متعافي المنصورية، ثالثا بالعور، رابعا نتابع القدوم في هذه اللحظات، الوصول من الشاهنية سعيد بن حازم مطر المنصوري. خامس المراكز نتابع هنا مشاهدينا الكرام الشواهين، محمد بن مطر بن علي بن هواش الخيلي تتقدم من تواضع على المركز الخامس، عبد الله بن محمد بشين الكثيري. التوقيت الزمني هنا مشاهدينا الكرام 8:14 بالوفاء والتمام والكمال.